ايه معلم؟ هذا الحمام احنا عبينا مي. هذا كبسة الضوء. شغلت الضوء. هذا كبسة المضخة. نعم. عم تشتغل بس على الضغط. هذا التصريف تحت. والله صار جسمي حكلي بده حمام يا معلم. بس في شغلة ثانية هون. هذاك الميكروويف. هون في شغلة ثانية. عندنا هون ال هاي نملية، نملية بنسميها. زي نملية يعني عليه. بس غير النملية ايش في؟ في عندنا هون عندنا غاز. ايه هذا المطبخ هون. نعم، طبعا هاي هون شغل الكهرباء. هذا الميكرويف. الميكرويف. ما شاء الله تبارك الله. هذا عدة الأرجيلة. هون الأرجيلة. هون. طبعا هذا التلفزيون. هذا الملابس. هاي الخزانة تبعت غرفة النوم. وهذا الفراش. وهاي الفرشة هون. وهذا ستلايت. هذا التلفزيون. هذا التلفزيون. أنا أفرجيك الدش تبع التلفزيون. هذا الدش وهذا خزان المي. هاي الباب. افتح الحمام معلم.